يابا الفياض علاقته ويا خميس الخنجر قويه زين. وهذا الحلبوسي عنده مشكله ويا خميس الخنجر وذول والفياض شريك خميس الخنجر زين. هاي القصه اللي خلت الحلبوسي هاجم الفياض لا هكذا يقال صح لو لا هو السؤال هنا ايه اولا لا جاوبني على هذا اسمح لي صحيح هو صعب لا حبيبي ايه؟ علاقات الكيانات السياسيه مع بعضها البعض مو قلت لك الحلبوسي يوم امس قاعد بالاطار ايه رئيس حزب شلون ما يقعد خد جيد لا هو رايح طالب ان يجلس او يكون في جلسه الاطار يوم امس وقاعد يمهم ايه؟ هل العلاقه مع اعضاء ائتلاف اداره الدوله هي علاقه مشبوهه او عندهم يعني شراكات خميس الخنجر هذا مو منطق خميس الخنجر بائتلاف الدورة الدولة طبعا شريك نعم زين يعني هو ضد نوعي للحلبوسي ما له علاقه انا وربع قصه بيناتهم لا انا اقول لك خلينا نعطيك معلومه يعني هو عنده علاقه بالخميس الخنجر الكل عندها علاقه مع الكل لا عنده شراكه شراكه شنو شراكه سياسيه وشراكه حبيبي الشراكه شنو السلام عليكم ائتلاف اداره الدوله كله شراكات سياسيه متباينه فيما بينها زين هذه جيده ومهمه في جانب خميس الخنجر في مشكله الحلبوسي اللي بالانتخابات لو لا استاذ دكتور محمد عزيزي ايه؟ اولا الحاج فالح الفياض لم يعد رئيس لحزب سياسي اللي هي كتله عطاء هاي ايه؟ معلومه خلي انسف ما تحدث به الحلبوسي ثانيا لم يحضر لا ائتلاف اداره دوله ولن يحضر حتى في اجتماعات الاطار التنسيقي اذا لاحظنا منذ سنه زين لانه الان هو يمثل هيئه الحشد الشعبي فبالتالي ما قاله الحلبوسي هو امتعاض واعتراض لانه فشل في هذه المحافظات ثم من سمح للحلبوسي ان يعترض او يمتعض على فتح مكاتب لاي كيان سياسي في اي محافظه ما عنده مشكله لكن مو يكون ثانياً على راس هيئه امنيه ثانيا اذا تحدثنا بهذا المنطق هسه انا ما ادري هسه اكو ناس يعني وحقيقه انا لو صاير اللي صاير ويا الحلبوسي اصلا اخجل اطلع اصرح سياسيا انت متهم عزيزي انت ثابته عليك القضاء 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 العراقي اخر حصون الديمقراطيه هو لا هو القضاء زين انت غير القضاء انت ثابت عليك جريمه مخله بشرف جريمه التزوير تجي تحدث لي بالقانون والدستور اصلا عيب